السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي أوراكل برافيرا بي 6 بروفيشنال آخر إصدار 18.8 حل المشكلة اللي كانت شائعة إلى حد ما. أما تيجي تعمل ساين إن باليوزر بتاعك يطلع لك رسالة إيرور إن اليوزر ده أوريدي لوجد إن. هنشوف إزاي إن هو قدر إن هم يحلوا المشكلة، وهنشوف إزاي في الإصدارات القديمة نقدر نعمل ساين أوت للأكونت أو اليوزر اللي عامل المشكلة دي ومعلق من خلال الداتابيز مانيولي. عشان اجرب ان انا اظهر المشكله دي عملت داتابيز على فيرتشوال ماشين، وهحاول اخش على الداتابيز بتاعه برافيرا 18.8 بنفس اليوزر نيم في نفس الوقت من جهازين مختلفين، من الفيرتشوال ماشين ومن الجهاز بتاعنا الشخصي. فاول مره هنجرب ان احنا نفتح برافيرا من على الفيرتشوال ماشين. هدخل اليوزر نيم والباسورد اللي اسمهم ادمن. هنلاقي ان برافيرا اشتغل عادي جدا وعمل لود للمشاريع، اقدر اعمل اوبن لاي بروجكت. طب هجرب ان انا افتح برينوفيرا من الجهاز بتاعي الشخصي بنفس اليوزر نيم والباسورد على نفس الداتابيز في نفس الوقت، ونشوف الرساله الايرور اللي هتطلع لنا عباره عن ايه. حاليا هنلاحظ ان هو ظهرت لنا نفس الرساله القديمه اللي هو ادمن از اوريدي لوجد ان، اللي هو اسم اليوزر نيم على اسم الكمبيوتر باسم الويندوز اكاونت. الجديد هو do you want to clear this user، هل انت عايز ان انت تعمل sign out للادمن يوزر من الجهاز التاني وتعمل sign in من الجهاز الحالي؟ بنختار yes. بيفتح البرافيرا وهنلاقي ان هو فاتح المشروع عادي جدا زي ما انتم شايفين. نقدر نفتح اي مشروع، يعمل load الاكتيفيتيز بتاع المشروع بكل بساطة. فمعنى كده ان هو برافيرا اشتغل على الجهاز بتاعنا عادي جدا. طب لو رحت على الفيرشوال ماشين اللي كنا فاتحينه بالفعل، هل لازال الاكونت بتاعي شغال؟ طبعا المشكله ما بتظهرش عند عمل كلوز اول، انها بتظهر لما باجي بعمل اوبن بروجكت. هتظهر لي رساله الايرور اللي واضحه قدام حضراتكم دي، بتقول لي ان هو حصلت مشكله مع الداتابيز وبناء عليه عمل ساين اوت للاكونت بتاعي الحالي. فبالطريقه دي مش هيسمح لي ان انا اكمل استخدام برافيرا ولازم اعمل اكزيت. طب في الفيرجنز القديمه كنا بنعمل ايه عشان اقدر اعمل ساين اوت للاكونت اللي هو معلق بتاع برافيرا؟ بفتح سيكول سيرفر مانجمنت ستوديو، طالما ان احنا بنستخدم سيكول سيرفر، اعمل كونكت، اخش على الداتابيز واختار الداتابيز الاصدار بتاعتنا 18.8، اختار تيبلز، وبعد كده ادخل على التيبل اسمه يوزر سيشن، هعمل اديت. هيظهر لي الصور اللي موجود فيها اسماء اليوزرز اللي هي currently logged in على السيستم. هتاكد من اليوزر نيم اللي انا حابب ان اعمل له ساين اوت، او اللي هو مثلا معلق معايا وبتظهر عندي المشكله لما باجي بخش بيه، وادوس ديليت وكونفيرم يس. هجرب ان انا اخش برافيرا. طبعا في حاله ان احنا لو كنا اوريدي سايند ان هتظهر الرسالة، انما احنا لو عملنا او لوج اوت للاكونت هنلاحظ ان هي بالفعل ما ظهرتليش رسالة ودخل عادي جدا بدون اي مشاكل. ده كان شرح للمشكلة وازاي ان برافيرا 18.8 قدرت ان هي تعالجها في الاصدار الاخير، وازاي ان احنا نقدر نعمل ساين اوت مانوالي لاي اكونت ونقدر ان احنا نتغلب على المشكلة دي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.